اهلا وسهلا فيكم بالقسم الثاني من الانفويس سيستم او ستوك سيستم اللي عم نعمله. باول درس عملنا دروب داون باول درس عملنا دروب داون هلا بدنا نعمل شيء المفروض ان شاء الله يعني اللي عم يحضر يكونوا بيعرفوا يشتغلوا بي اتش بي. انه بدنا نحضر جلوبال سي اس اس. هلا هاي الطريقة غير متبعة بس انا كتير برتاح فيها. طلع في نسخة أنا عاملها حتى ما أقعد أطول عليكم. تكون هون ايه هون هي اوكي. اول شيء شو منعوز ستايلينج، شو بنعوز اكتر شي؟ حتى افتح وحدة انا عاملها بستعملها بالبرنامج تنعمل شي على نسقها. بدي اعمل هيك شي، انا هاي بتريحني وبتساعدني كتير بالسي اس اس. عندك توب ليفت رايت بوتوم ويد ماكس ويد مين ويد هيت ماكس هيت مين هيت padding
وهادي خليها على بعدين نشوف نعملها لحالها. يمكن رح جرب اعملهم، ما بعرف اذا صرت معنا وحده وحده. خليني اقرا انا شو كنت كاتب هون. بعد في ايرور هون. اوكي ماكس خليها
طبيعتنا شو هو النتيجة شو بتعطينا هيدي؟ ليش مبلش بالبادينج هي؟ اه هوني equal 0 step equal 5 step equal 0.5 وال width اظن width plus step name زيرو هي أصغر بحط لي آخر شي معناتها هذه عم تكسر كونت دوت اه اوكي هون هذه يلا مشي حالنا اذا قلنا بلش بلش على الدوت هون لازم نشيلها ما بتمشي معنا الدوت top 0.5 اوكي عم بيطلع واحد top 1.5 top 2 اوكي هلا انتو هادي مش عارفين قيمتها بعد شو هي هلا اذا بحالش كملتو معي بصيروا تعرفوا انا ليش عم بعمل هالشي طريقة الشغل اللي بدي اشتغلها ليه يعني وين بتفيدني هيدي وصلت معي 97 طب بتوصل لاخر شي طب 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 اوكي عم توصل ل 800 بيكسل طيب خلينا هيدي ناخدها نحطها على او خلينا نريح من هايدي اساسا هو بطل قيمة وهايدي خليها عنا بدنا نستعملها نرجع هلا المفروض اذا عملنا كنترول اول ما يكون في الا هولي اوكي File new CSS file save as full CSS
قبل ما نكمل خلينا نشوف اذا شغال معنا المبدأ. بنعطلها هاي شوي. المفروض تمشي معنا. ليش احتفظ بيها فيها وقتيا محل تاني؟ اوكي. انا ليش عم بستعمل هيدي؟ شو هي؟ هلا بنعرف. فايل نيو بي اتش بي، فايل سيف اس، CSS functions. اوكي خلينا ناخذ هيدي او بلا، خلينا ناخذها. رح تعمل ايرور هلا. او خليني حتى ما نضيع بشي نسكرها قبل.
اكيد انا اكون بطيئين فيها حتى ما نخرب بيتنا. اذا الحال خربطنا ما بنعود نعرف وين الغلط، يعني بصير بدنا كتير نركز اللي نرجع الغلط. تاكس فالز هو اللي بس ما بتعطيه، بس بدهم هو بدهم ياخدوا من الكولر تبعولهم، يعني بده يعطيهم اري، حتى الكلاسز اري بتكون تاكس اري والفالز كمان اري. هاي شو بده يشوف في الكلاينت، وهي فعلا شو هي الفاليو تبعيتها. او خليها هون بتعذبكم مرة واحدة، هادي رح تعذبكم مرة واحدة بس، ما بتقعدوا تكتبوا، بتصير اوتوماتيك وبتريحكم بعدين كتير بالشغل. لا اتأكد بس اذا الكود صح.
انا بس مجربها وتكون ما في وكل شيء اوكي ما فيهاش ايرور. بجرب اشرح عن هاي اذا بحال ال ولا عم يحضر ما فاهم شو عم بعمل. صار في عنا هاي هون مسكرة هلا اذا بدكم هي مش ضروري تكون ماشية بهالطريقة. هلا بشوف بس اوكي نعملهم هول فيكست ونزيد عليهم.
هون اذا بحال الى شرط بس تغير اذا كنا اذا ما كانت فاضية. يلي شاف اول الدرس الاول بيفهم ليش عم بحط اون كليك مش اون تشينج. اون تشينج ما بتشتغل هون بهالطريقة هيك. فبدنا نضطر نحن نرتجل. كملت الرواية معنا هون. مش مفروض يكون في عطل بس هلا بنقدر نعمل تاسيس بحال ناس شيء او نتأكد اذا بعتقد هلا مظبوط ما في شيء بقى نسي. ان شاء الله يكون عم بيطلع صوت واضح. هلا حاليا الميكروفون اللي حاطه رديء. بكره نجيب واحد تاني. بعد في شيء هيدي
تكون انتهت. الفول سي اس اس احنا عاملينه بعد ما خلص، بعد في له توابع. هيدا طولي انا وهيدا طولنا احنا. اوكي شو بعد في؟ بس خلينا نقول هيدا الاكس لهون. نفهم انا شو عم بعمل، بدنا نروح على الفولدر الدرس تبعنا ونغير شوي صغيرة بالسي اس اس اللي كنت عامله، حتى ما يتضارب على السي اس اس الجديد اللي انا بدي احطه. اوكي شو في عنا شي هون بده تعديل؟ الهيت، بعد يكون في شي. لهاي الهيتون كمان والود. لاين هيت كمان. او خليها هلا لانه ما عملنا على بالفرصة اساس، ما عملنا شي، ما عملنا لاين هيت بعد. تالت وحدة الاوبشنز
عادي ممكن اوقات تكونوا عم تاخدوا دروب داون من داتا باز، يعني ما بتقعد تعملوها هيك على ايدكم، بس يقراها البي اتش بي وياخدها من الاس كيو ال دغري، بياخدها كاري وبتكبوها هون يعني. بس هاي لانه نحن عايد عم نعملها اتش تي ام ال، ف قاعدين عم نكتبهم هيك. لا حاليا ما بتشغل اي دي، ماي اي دي خليها فاضية، ماي كلاس خليها فاضية. هات نشوف اذا في شي ناسينه. warning parameter 2 حطهم معكوسين هون. هاي لازم تاخد اوكي على هيدي. في شي مش طبيعي، هات نشوف ليه. input type اوكي. هلا شو بعد في شي انا نسيه؟ اوكي عرفت الايرور وين. انا هون كنت عاطي هيدي ال 0 1 2 3. اوكي هاي ال 3 طلعت هون، اذا ها لازم تنشال 0 1 2 3 وهن 4. لازم تنحط اوكي. وهلا نرجع نرد نشيلها. هات نشوف اذا شغلنا مظبوط، نجرب نغير الود. هلا حاليا مش كتير عاملين اوبشنات بال، ما كتير عاملين بعد اخبار هون. لو بدي اعملها 200 المفروض هيدي تكبر. هلا كبرت اها. اذا فينا نتحكم صرنا ب فيها من دون ما نخلق من دون ما نخلق سي اس اس واسامي كتير واخبار كتير. يعني صفى عنا نكتب انه خلص قد ايه بدنا ويد 200 بتعطينا، ويد 300 بتعطينا، ويد 201 بتعطينا. بتاخد من هون بتاخد من هون لهول اللي خلقناه هون اللي خلقناه نحنا وبتعطينا. هلا هي بعد ما كملت، بعد في قصص لازم نعملهم بالفول سي اس اس تنكمل فيهم.
لكن شغلنا مزبوط هلا حاليا. هيدي ما بعتقد بعد قلنا فيها شيء. حتى ما نضيع نرد نعرف احنا شو كنا عاملين وشو بعد ناقصنا. اوكي هو اللي كنا عاملينهم. خليهم هيك بس نتذكر نحن شو كنا عاملين. نرجع نعمل ار ايجال اري. هلا شو في عنا شي لاين هيت. شو بعد ما قصنا لاين هيت. لك خليني بس افكر شوي شو بعد ما قصنا نعملهم احسن ما نضطركم معي. طيب بلا حاليا مش عم بتذكر شي. خلينا نمشي هيدي مشي هيدي. المفروض تكون بلا لاين هيت مضبوط الشغل. طيب بس 800 كتير، 800 كتير. اللاين هيد بالاجمال شو بده يكون انت عندك شو ممكن تستعملها؟ خلينا نحطها للمية، والمية كتير كمان، بس خلينا نحطها اول شي للمية. ما بعتقد انه وزن اكتر من هيك. الفول سي اس اس ونزيدها. في عنا الكالكوليتد هلا. اوقات في عنا المارجن. خلينا لكن نخلص المارجن قبل.
طويلة هي شوي هيدي العملية، بس هاي مرة واحدة بتعملوها وبتسهل. هيدي يعني بتصير جلوبال ورك لكم، يعني شو أي بروجيه بدكم تعملوه بتستعملوها، ما بتقعدوا بتخلقوا شيء اسمه سي اس اس. يعني أنا صار لي زمان ما كاتب بروجيتي سي اس اس قليل. خلينا نعمل هون التوب وهون الرايت. في عندكم المارجن كومبليت. خليها مارش قال اول فترة شوي يمكن بتتعذبوا فيها ما تتذكرون، بس تعود عليها كتير هينين. ما بدها شيء، بصير تحط مارج ال مارجن لفت، بيعطيك مارج ال 35 مارجن لفت 35، او مارجن بدك اياها مارجن من كل ميلات 35، غلط تحط لها مارج 35. البادينج هاي بدي ارجع اغيرها، رح ارجع امحي البادينج بس لانه مبالغ فيها، لان عملتها وما بدي اياها هيك، برجع بعدين بظبطها. هلا خلينا نعمل هول.
اوكي المفروض هيك تكون كملت معنا. في شي غير هولي؟ لا. الماكس سويد يعني اذا قلنا طيب بده يعطيك للمية بعتقد بزيادة، بس خلي هاي تبلش كمارجن، خليها تبلش من صفر، من ناقص ناقص صفر. تشوف شو بدي يصير. ناقص صفر مارجن 0.5. لا مارجن ايكوال ناقص 0.5. اوكي هلا صار يبلش لك من الصفر، لانه اوقات بنستعملها المارجن صفر بنستعملها. اوكي من هون للمية بزيادة بعتقد كمارجن يعني هولي اكتر ممكن نعوز حتى يعني. اوكي هولي خلصوا. بعدين نحطهم هون لحتى نبقى نتذكر شو عاملين. اوكي هلا خلينا نبلش بالكالكوليتد اللي هي الكالكوليتد هيت والكالكوليتد يعني شيء يعني خلينا نبلش بها. وين هي هذه؟ ها خلينا نبلش بهالميثودات methods. يعني إذا في واحد مننا بيعرف ليش بنحكي هيك نحن ميثودات. هذوليك اللفت وهذا قصته التاني. هذا رجع لل 800. وهون
ضروري كتير يعني. كالكويت ود مي ناقص. اوكي هذه يعني كأنك عم تقول لها 100 بيج. اوكي شوي صغير صار الفايل كبير، مش شوي كتير بس بيمشي يعني. انا مجرب وعم بشتغل عليه بيمشي، ما في مشاكل. هلا بس في كم شغلة بنحطه نحن بايدنا على ايدنا. غير هو شو بعد فيه؟
هولي يمكن ما نحن ما حنستعملهم نستعملهم بهال 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 بلاج ان، لانه هاي اي بي اي هاي سيبتي، بس نحن عم نشتغل هول بنستعملهم. بدك حتى ما تضيعه وخلص، خليها هيك اف انا بشوف. يعني هلا هول اللي متذكرهم، انا بشوف اذا عزنا شيء بنزيد وبنضيف عليهم. رجعوا اقروها لتفهموا شو عم بيصير يلي هون. بيعمل لوب على ها، بيعمل لوب على الاري، وكل مرة ببلش الويد من الناقص صفر فاصل خمسة. بالوايل لوب ما ببلش يعني ما بيطلع دغري على الواحد، ببلش من الناقص صفر تتعطيك صفر. تيحسب الصفر بدك تبلش من ناقص صفر. فانا هون عم حاطط له ناقص 0.5 ستاب، يعني كل مرة كل وايل كل لفة بده يزيد 0.5 عليه، يعني ناقص 0.5. اول لوب صفر، تاني لوب 0.5، تالت لوب واحد، رابع لوب 1.5 هيك. هون ماكس ويد اعطاني 800، هلا في منهم اقل منهم اكتر ما بعرف. بها يعني بكل وحده حسب انتو شو بدكم، انه جربوا ما تكتروا الليمت. يعني انا شوي مكتر الليمت زياده عن اللزوم، كل ما شوي تصغر كل ما احسن. سبرايت شيت هي ما بيصير شيء، بس الافضل ما تكبر. وايل ويد ناقص ماكس ويد، يعني وايل هايدي ناقص ناقص هاي بعد ناقص هاي بعد ما وصل على هاي ضلك عمول اللوب. هلا هون لانه 0.5 كل مره بيعمل لها بيعمل عمل لها. انا هون عم بحول لهالسترينج، لانه هي عم تعطيك اياها ريتيرن سترينج، هذه عم تعطيك اياها سترينج. ف بس طلعت انه فيها نقطه، اول شي بتطلع بتعمل لها اكسبلود هيك هيك، بتحولها لاري. يعني هاي بتحول الاكسبلود، بتحول السترينج لاراي، وبتنقي انت كي بده يعمل لها اكسبلود. يعني على اي اساس، على النقطة على النقطة ولا على اي شيء؟ المفروض انتو يعني اللي شايف، يعني اللي فايت بهالدرس يكون شوي صغير بيعرف، يعني ما يكون من الصفر بالمرة. يعني انا ما عم بشرح باز، ما عم بشرح مبادئ كتير. انا بقول له اف كاونت اكبر من واحد، اف كاونت اكس بي، يعني اذا كانت هيدي لاقى صفر، يعني صارت اري بطلت اري فاضية، بطلت اري عبارة عن صفر. لانه اذا بيحاب ما لاقى فيها هاي، رح تكون اري في اوبجكت وحدة. اذا لاقى فيها هاي رح يعمل لها اكسبلود لاثنين، لتصير لقبل الصفر، لقبل النقطة رح يصير
array 0 واللي بعده نقطة راح يصير array 1، اثنين اوبجكت. فإذا كانت أكبر من 1، يعني إذا كان بهالاراي فيها أكتر من اوبجكت واحد، ليه؟ لأنه إذا كان الويد، بعرف إن شاء الله أعرف، أنا مش كنت بشاطر بالتفسير كتير يعني. إذا كان الويد واحد بس يعمل لها اكسبلود، هيدي الاراي رح يكون فيها اوبجكت واحد لأنه ما فيها نقطة. بس إذا كانت هيدي الويد فاصلة خمسة، هو رح يلقط ال رح يلقط الدوت رح يلقط الدوت ويعمل يعمل لها سبليت، رح تصير هيدي اوبجكت وهي اوبجكت لحالها. فاذا الاراي رح يصير فيها تو اليمنت، تو اوبجكت. اذا فيها تو اوبجكت فاذا الاراي الكاونت تبع الاراي اكبر من واحد. فاذا كانت الاراي اكبر من واحد قلنا له هون الاسم اللي انت عم بتسميه هون هيدا النيم، هيدا النيم، الاسم اللي انت عم بتسميه هون مثلا، لانه ما فيك تحط دوت. لو تحط دوت هون يعني ما بياخدها السي اس اس. فلا تعرف انت انه بدك 0.5 لتلو للسي اس اس انه جيب لي الكالكويت 0.5، فبتقول له كالكويت كالكويت 0.5، يعني 0.5. هيدا رح يكون مثلا الواحد، وهيدا رح يكون البي محل النقطة، وهيدا رح يكون الفايف هون. هون ببلش يزيد عليهم. اخر شي هالكونتنت بتعبي هالداتا كلها وبتعمل لك الى ايكو او برنت او بوست مثل ما بدك تسميها. اوكي، على ايدي خلصت مبدئيا، ما فيها شيء بعد اكتر من هيك. بالدرس اللي بعد هيدا رح نبلش، لانه انا كان بدي اعمل الباتنز هون هلا. الهيئه ما رح اعمل باتنز ليبلش لتبلشوا تشوفوا انه كيف البرنامج رح يبلش يتحضر. انا رح اعمل الاي بي اي، رح اعمل الباتن، وهولي نحن عم نعمل الشكل تبعه، الشكل تبعه الابليكيشن. يعني نحن عم نشتغل هاي، مش بدي اياها بعد اذكركم نحن بنتيجتنا شو هي. ايوه نتيجتنا. نسيت لكم، خلينا نرجع نرد على الود 100. اذا بدكم تعرفوا انا عن شو عم بحكي، تعال نحسبها هيدي كالك ود 10. شوفوا شو اللي هيصير هون هلا لتفهم شو عم بعمل. كالكويت 10 طلعوا، اخذت الشاشة كلها ناقص 10 بكسل. هلا اذا بحط، اذا بقول لها مارج L5 رح تقسم الفرق. هلا قسمت الفرق، فهمتوا مع ابسطها؟ يعني العذابه ان شاء الله يكون اللي عم بشوف الدرس ما تسرع وسكر قبل ما انهي. صحيح انه في عذاب، بس بلش تشتغل عليا هالسي اس اس هالطريقه هيدي مريحه بشكل فظيع. وهيدي عم تخلق لك اي دروب داون بدك اياها. هيدي اي دروب، يعني هيدي هلا بكره بتاخد من الداتا باز، بتاخد من الداتا باز، بتصير تكبل لك اياهم. تعال بدي هات لفرجيكم ديمو اذا بدكم. قبل انا رح طفي هيدا لانه انا هيدا فعلا انا ما بستعمله، يعني
انا عندي شيء تاني بستعمله يلي هو انا بستعمل هذا، بس انتو استعملوا لانه هذا له يعني له قصة لتقدر تشغل الاس كيو ال بقلبه. هذا كل شيء بدك تحطه انت بايدك بقلبه، يعني شوي صعب انك تستعمل هذا مشغول كرمال انت تقدر تشغل بي اتش بي كابليكيشن. هلا انا مش مشغله هون، بس فيك تشغل البي اتش بي سوفت وير هون، الويب هون فيك تشغلها. اوكي تا نفهم نحن، انا شو كان قصدي. شفتوا هولي انا مش كاتبهم، هولي اخدهم من الداتا باز عندي، هولي اخدهم من الداتا باز عندي. هذه هي ذاتها نحن فوق عاملينها، هي ذات الاي بي اي اللي نحن وبتستعمل السي اس اس اللي نحن كنا اليوم عم نتمرن عليها. فهادي عم تاخد دغري دايركتلي، عم تقرا الاس كيو ال وبتكبل لك اياهم هون. ماني كاتب ولا كود اتش تي ام ال بايدي انا، مشان هيك هون عم بقول لك عم تاخد عم تقرا الاري هولي. هلا بعدين بس نعمل داتا باز نحن لنا، هيدي رح تقرا الالمنت اللي احنا بدنا اياهم وتحط لنا اياهم بقلب اري. هون هول كلهم رح يكونوا اري، الي احمد جان هول رح يكونوا اري، بس هول مش هن هلا اري، بس انا كاتبهم بايدي. بس انت بدك اياهم، انت مش عارف شو هي الاري اللي بتجي، انت عم تاخذها من الداتا باز دايناميك. فهي هيك بتشتغل، هيدي هذا هدفها هيك. يعني انت ما تكتب اتش تي ام ال بايدك لانه ما بتعرف انت شو فعلا في بالداتا باز. اذا عم تعمل شيء انه عم يزيد دايناميكلي ما فيك تعرف شو تكتب له، فبدك شيء دايناميك يشتغل معك. هاي بتشتغل معك دايناميكلي. هلا في شوية سي اس اس انا هلا تذكرتهم نسيهم شوي، نزيدهم هلا بنزيدهم شيء بالدرس اللي بعد هيدا. لا الدرس اللي بعد هيدا رح نبلش نعمل كادر اللي احنا بدنا اياه. يمكن نستعمل هذا الكادر، ويمكن خلينا نفوت على غير واحد، يمكن نستعمل غير واحد. اوكي بهالشي بكون خلص درس اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم.